الأستاذ محمد الأغنيم المشرف على مجموعة فنادق بلازا إن، نرحب بك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي. مرحبتين وحياكم الله، ونشكر لكم التفاعل معنا، وحنا كأول مشاركة لنا في ملتقى السفر تعتبر بادرة جدا طيبة، والحمد لله لقينا استحسان جميع المستثمرين، وإن شاء الله أنها ما راح تكون أول مشاركة لأنها فعلا كانت فعلا جدا جذابة. ماذا تقدمون لزوار المعرض؟ نقدم للزوار مجموعة من الهدايا، وبرضه نقدم لهم خصومات على مجموعة الفروع الموجودة عندنا في فروعنا في حي العليا وفي حي الملك عبد الله. عندنا فندق بلازا إن العليا، وفندق بلازا إن سويتس في شارع العليا العام برضه، وعندنا فندق الأعمال، وعندنا برضه الفندق الجديد الآن إن شاء الله اللي راح يفتح في حي الملك عبد الله، فندق بلازا اند بالاس، واللي يتكون من 385 غرفة و36 فلة ومطعمين عالمية. بالتوفيق، ونتمنى نشوفكم بمشاركات أخرى. شاكرين لكم حسن تعاملكم، وإن شاء الله أنها ما راح تكون أول مشاركة بإذن الله، لأن لقينا طابع جدا رائع، وإن شاء الله إلى الأمام. شكرا لكم، حياكم الله.